انا اسمي محمد رمضان، خليك فاكر الاسم ده كويس. حصلت لي كده شويه حاجات قدريه، وفاه بابا الله يرحمه، تعبت ودخلت المستشفى واتحجزت في رعايه القلب، عملت حادثه خرجت من المستشفى يعني بعدها على طول، يعني مفيش اسبوعين حصلت ظروف انفصلت عن زوجتي. انا هحكي لك اللي حصل وهقول لك بالتفصيل، وقول لي انت لو مكاني كنت هتعمل ايه. علو منورنا، كلمنا عن فيلم الكوماندا بقى، الموضوع جه بسم الله الرحمن الرحيم. اولا فيلم الكوماندا ده تاليف محمد علام واخراج سيد عسوي. الفيلم كوميدي، هو اللي كان عايزني في الفيلم هو المخرج سيد عسوي، وكان مصر عليا، ولما روحت عملت قابلته وعملنا بروفا كان شايف ان الاختيار عندي مناسب. يعني انا في الفيلم بعمل كذا شخصية مختلفة وبظهر واختفي كتير جدا، مش عايز احرق الموضوع. اللي هو الفيلم كوميدي دمه خفيف، معانا مجموعة من الاساتذة والخبرة الكبيرة زي الاستاذ محي اسماعيل، الاستاذ انتصار، الاستاذ حجاج عبد العظيم. الفيلم بطولة محمود الليسي، محمود حافظ، نور ادري. مش عايز احرق حاجات في الفيلم، ان الفيلم فيه حاجات كتير حلوة، فعايز اخليها مفاجأة للناس. علوي، انت قبل الكوماندا بقالك فترة يعني مش متواجد، كنت الاول بتبقى موجود بمسلسلات وبأفلام، ليه بقالك فترة غايب؟ الحمد لله. يعني بص، انت بتفكرني بحاجات مأساوية، في قصة حزينة كده. انا كنت بعمل ملوك الجدعان، يعني اخر حاجه عملتها كانت ملوك الجدعان. اثناء وانا بعمل ملوك الجدعان وكنت في ده رمضان اللي قبل اللي فات، كنت بعمل كل ما نفترق واتعرض عليا ملوك الجدعان. انا لما خلصت ملوك الجدعان ورجعت من لبنان، حصلت لي كده شويه حاجات قدريه، وفاه بابا الله يرحمه، وبعدها تعبت ودخلت المستشفى واتحجزت في رعايه القلب، وبعدها عملت حادثة خرجت من المستشفى يعني بعدها على طول، يعني مفيش اسبوعين حصلت ظروف انفصلت عن زوجتي. الحاجات دي بقى كلها كانت ورا بعض. على ما اعتقد ده ممكن يكون اثر شوية نفسيا. كل ده لازم يأثر، والله ده حصل ورا بعض الحمد لله. بس يعني الحمد لله راضي جدا يعني باللي هيجيبه ربنا، وكل شيء كويس يعني، واكيد ربنا له حكمة ولو حاجه احنا ما نعرفهاش بتبقى افضل بصراحه. يعني ما قبل السن اللي بقى انت كنت بتعمل ايه؟ انا اصلا هحكي لك حكايه كده، انا اصلا كنت داخل المجال عايز امثل وبحب التمثيل جدا، وكنت بقلد المدرسين في الفصل وكده. من هنا عرفت ان انا عايز امثل، فقلت اخلص الثانويه واروح المعهد. خلصت الثانويه، كنت ازهري برضو، خلصت الثانويه وقلت اروح المعهد. الحاج بقى الله يرحمه ما كانش راضي، وكان شايف ان ان ان, إن الشغلانه يعني مش هتبقى مستقبلها قوي بالنسبه لك، وانا شايف ان انت تبقى تخش الكليه وتخرج ويبقى لك وظيفه وتتجوز. هو شايف يعني الله يرحمه كانت وجهه نظره ان ده امل لك يعني. فانا ما رضيتش ازعله بصراحه، وقلت له خلاص يا بابا انا هخش كليه وتمام وهخلص. انا دخلت كليه ده حقيقي، بس اشتغلت من وراه بقى في المجال. فاول ما رحت ادور على شغل في المجال رحت على المسرح، فقالوا لي تشتغل اداره مسرحيه في الاول او ملقن حاجه كده في اول حاجه يعني، وانا ما كنتش فاهم يعني اصلا اللي كانوا بيقولوه. فقلت لهم طبعا اعمله وبتاع. فالمهم انا اشتغلت، وانا في الشغلانه بدات القط منهم المفروض اعمل ايه واتعلم ازاي وافهم ازاي، وبيت مركز جدا جدا. فقالوا لي انت شاطر جدا في مساعده المخرج، انت عبقري، انت ما حصلتش، انت انت انت. فبداوا يشغلوني مساعد مخرج. يمكن انا عشان بحفظ من الجلده للجلده المسرحيه، كنت ممكن الاقنهم من غير ما امسك السيناريو، كنت بقول لهم الحركه، كنت بغير الديكور، كنت بعمل حاجات من غير الورق. يمكن الأزهر كان مفيد ليا في الحكاية ديت، لأن كنت بحفظ القرآن، فكان الحفظ عندي بالنسبة لي عندي ملكة فيه قوية جدا، فده كنت بستخدمه في الشغلانة دي. فأنا حبيت كمان إن أنا يعني وأنا بشتغل حبيت الشغل. أبرز العروض بقى اللي أنت اشتغلت فيها مساعد؟ اشتغلت بقى كتير يعني، ده الناس ما تعرفش، أنا عملت مسرحيات كتير جدا. مسرحية قاعدين ليه مع سعيد صالح ومثلت فيها، وكانت بداية تمثيلي فيها يعني بداية خلاص بقى ان انا هخش التمثيل كان مع سعيد صالح.
هو اللي خلاني امثل في المسرحيه دي على الهوا. في يمامه بيضاء بتاعت علي الحجار وهدى عمار، وكان تاليف بالجمال بكيت وعديل لي، ويمامه بيضاء اخراج حسام الدين صلاح مخرج واحد. انت بتتكلم عن عرضين مهمين جدا اصلا عليهم حاله جدل، ودول اللي طلع محمد رمضان اتكلم عليهم قبل كده. انت حضرت كواليس محمد رمضان في العرضين؟ اه حضرته. هو اتكلم في قاعدين ليه ان هو راح لسعيد وقال له ان هو عايز يمثل وغف، يعني اللي هو ضحك على الامن ودخل وبتاع، لو انت فاكر كواليس العرض ده ممكن تكلمنا عنه. الصراحه موضوع الامن ما حصلش، يعني على ما اتذكر هو كان معانا ممثل شاب اسمه محمود أباظة بيشتغل معانا في المسرحيه، كان طارق في المعهد في الوقت ده، وكان يعرف محمد وكانوا صحاب، فقال له ان انا شغال في مسرحيه مع سيد صالح، فقال له هاجي معاك، فجابه معاه ودخل عادي جدا. هم دخلوا على سيد صالح، كنت انا قاعد جنب سعيد الله يرحمه، فهم اللي قالوه ان دكتور عرنوس الله يرحمه بعت لك محمد عشان تشوفه، وهو ما كانش في حد بعته ولا حاجه، يعني هم ده الفكره اللي كانوا مفكرينها يعني. فسعيد الله يرحمه قال له انا اشوف اعمل ايه، يعني اعمل ايه؟ فقال له ده هقلد لك احمد زكي، فقال له قلد وريني، فقلد احمد زكي فعلا، وهو شاطر جدا بصراحه في لما قلده. فسعيد قال لي كويس جدا، خلاص خد يا علو رقمه وخليه معانا عشان الشغل اللي جاي بعد كده. فالمخرج المنفذ الروايه كان الاستاذ باسم بطرس، هو اللي اقترح على الاستاذ سعيد، قال له ان انا ينفع ان هو يشتغل معانا واعمل له عقد معانا، وينفع ندخله لحد الشغل الجديد ما يجي. فقال له والله لو ينفع خلاص يلا بينا. فده اللي حصل، ومع الوقت زرعنا المشهد بتاع ان هو بيقابله في الشارع وبيدور على معهد التمثيل، وان هو بيعرف يمثل، فبيقول له طب مثل لي حته، فبيمثل احمد زكي. فكان مشهد دمه خفيف جدا يعني، وكان مكسر الدنيا، وتثبت المشهد على كده. حلو. حصل ازمه ما بين محمد رمضان وسعيد صالح في العرض ده، يمكن هو ما اتكلمش عنها قبل كده خالص، ولا سعيد الله يرحمه اتكلم عنها. حضرت الازمه دي، ممكن تحكي لي؟ كنا في اسكندريه تقريبا سنه 2005 على ما اعتقد، كنا بنعرض هناك على مسرح كوتا. كان محمد رمضان المفروض داخل الدخله بتاعته ولابس اللبس ولابس المايك، فبيبتدي المشهد لو سمحت ما تعرفش معهد التمثيل فين، فالمايك فصل، فمحمد بدا يخبط على المايك فما فيش صوت طالع، فاتضايق هو، حاس ان المشهد هيبوظ منه، راح شايل المايك خلعه كده اهو وشده ولف السلك على المايك، وراح حادف المايك كده في الكواليس. كان جنبه سعيد صالح على المسرح. استاذ سعيد الله يرحمه اتضايق جدا من الموقف وسكت كده وبص على الارض. فمحمد بدا يخش في المشهد، فقال له لو سمحت معهد التمثيل اروح منين، او ما تعرفش معهد التمثيل فين؟ فسعيد قال له لا انا ما اعرفش. فقال له اصل انا بمثل، فقال له انا ماليش دعوه. فمحمد قال له انت مش هترد عليا؟ فقال له انا بره، لما تخلص قول لي. فساب المسرح وخرج، ومحمد خلص المشهد بتاعه وخرج، والاستاذ سعيد كان متضايق جدا من موقف محمد، وكان ساعتها الاستاذ سعيد مصر انه مش هيكمل معاه يعني. فعلا مشي محمد رمضان من العرض، ما كملش العرض. تصوير مسلسل تقريبا اولاد الشوارع في التوقيت ده. لقيت بقى في خناقه، والمخرج مساعد المخرج جه قال لي بقول لك يا رمضان عشان ما تحصلش مشكله روح. قلت له ليه؟ قال لي استاذ علي الحجار بيقول ان لو انت طلعت على المسرح هياخد ابنه ويسيب المسرحيه ويسافر مصر. انا بقى مساعد المخرج اللي بيحكي عنه ده يعني. ما رضيتش تدخله الدخل؟ لا والله ما مسكتوش والله، يعني انا ما اعرفش هو بيحكي كده ليه بصراحه، ما اعرفش، بس ده ما حصلش. ايه اللي حصل طب بالظبط؟ انا هحكي لك اللي حصل وهقول لك بالتفصيل، وقول لي انت لو مكاني كنت هتعمل ايه. اللي حصل احنا بنعرض، كنا بنعرض في مسرح اللي سيف في اسكندريه برضو، كنا ثالث ليله عرض. حصلت مشكله ما بين المخرج وما بين النجم الاستاذ محمود عادل. المخرج اصر ان هو هيغير الاستاذ محمود وهيجيب ممثل تاني، فتدخل الاستاذ علي، واتدخل كان ساعتها الله يرحمه سعيد طربيك كان معانا بيعرض في اسكندريه. ف
فاتدخلوا وقالوا ما ينفعش والموضوع ده حاجة وده حاجة تانية. فخلاص تراجع يعني عن قراره وكلم محمد رمضان المخرج. محمد ركب وجه فقال له يا استاذ انا هعمل ايه؟ قال له انت هتعمل المشهد اللي كنت بتعمله انت وسعيد بتاع السادات هتعمله هنا، وهتخش دخله تانية في الفصل التاني هتعمل هتقول شعر. انا بدات احفظه الدخله مع الحركه ما هيقول فين مع توجيهات المخرج. تمام، الكاست كله كان عارف ان المخرج مستعين بممثل هيعمل بيه حاجه والنهارده هيجربها. دخل الدخله الاولى قلد السادات. الزمن بتاع المسرحيه كنا ايام الملك، يعني احنا زماننا ايام الملك بقى والانجليز. محمد رمضان دخل قلد السادات وفي اول المسرحيه، هي من هنا بدات الازمه. الموضوع كان عند فبس ده عند بيأثر على الروايه نفسها بتاعته. محمد ما كانش له ذنب، هو دخل قلد السادات زي ما قال له المخرج هتعمل اللي كنت بتعمله في عادل، اللي هو كان في عادل اللي كان بيخش قلد السادات احمد زكي في السادات. فدخل قلد السادات فالاستاذ جمال بخيت زعل جدا واتضايق لان هو كاتب الروايه في زمن ومحمد دخل جاب له زمن تاني لسه ما جاش. انا دخلت الاوضه وكان الاستاذ جمال بيقول يا محمد انت ممثل كبير جدا وممثل عظيم وموهبتك كبيره وانا شخصيا معجب بيك كممثل، انما اللي بيحصل ده انت مالكش ذنب فيه. وحكى له المشكله اللي ما بين المخرج وما بين النجم محمود عزب ودي انت مالكش ذنب فيها، وانا بتكلم في زمن تاني وانت دخلت عملت زمن تالت فدي ضد الرواية وضدنا واحنا لسه فاتحين، فتعالى نخلص النهاردة ونقعد نشوف ممكن نعمل ايه ما يناسب الرواية وما يناسب الزمن اللي احنا فيه ونقدر نعمله ايه ونقدمه. كان محمد رمضان، انا كنت واقف في الأوضة وسامع محمد كان بيقوله صح يا استاذ صح يا استاذ صح يا استاذ. فعلي الحجار كان بيأيد كلام الاستاذ جمال بلكيت وكان بيقوله ان محمد اللي انت فيه مالكش يعني اللي بيحصل ده انت مالكش ذنب فيه. الاستاذ علي الحجار قال لي لو خرج لو هو داخل الفصل الثاني انا همشي. فانا ابتسمت عملت له كده اللي هو يعني مستحيل يعني اللي انت بتقوله ده هيحصل. فاللي انت بتضحك عبعال ده كان المساعد بتاع الاستاذ علي عبعال، لم الحاجات كلها اللي في الاوضه وحطها في العربيه. انا ما فيش 30 ثانيه لقيت الاوضه فاضيه، توترت جدا. طب انا لو فتحت الفصل الثاني ومحمد دخل انا على الحجار لو مش هعمل ايه؟ يعني الستاره تتقفل؟ طيب احنا رابع ليله عرض، احنا كنا بقى لنا اصلا 6 شهور بنعمل بروفات. استاذ حسام زعق لي ساعتها وقال لي انا ما بشتغلش عند حد وماليش دعوه بحد. قلت له اوكي. نزلت في مخرج منفذ معانا في العرض، قلت له يا استاذ دلوقتي الموقف وصل، الاستاذ علي هيمشي لو محمد دخل الدخله هنعمل ايه؟ رد عليا قال لي انا اللي اعرفه ان انا ما دام قبط اللي يخش يخش واللي يخرج يخرج. انت كده هنا لابس لوحدك بطولك في الموضوع. انا ومحمد رمضان وانا الحجار. محمد رمضان قال ان انت مسكته وما دخلتوش، يعني انت مسكت فيه قبل ما يدخل وما دخلتوش الكيو بتاعه، ايه بقى اللي حصل؟ لا انا ما دخلتوش لكن مسكته. لا اللي حصل بالظبط كالتالي، هو سالني الكيو بتاعي جه، قلت له لسه. بعد شويه سالني الكيو بتاعي جه، قلت له لسه. سالني تالت الكيو جه لسه. فانا عجبتني اللعبه دي، هو يسالني وانا اقول له لسه، فالكيو بتاعه جه فسالني قلت له لسه. فضلت اقول له لسه لحد ما الكيو بتاع الاستاذ علي الحجار جه، ورحت مدخل الاستاذ علي الحجار على الستيدج بقى قدام الجمهور، فانا كده ضمنت انه مش هيمشي. فمحمد فهم ان انا عديت الدخله بتاعته لان هو عارف ان هو المفروض يخش قبل الاستاذ علي. فجالي محمد قال لي انت ما رضيتش تدخلني الدخله بتاعتي؟ فقلت له يا محمد خليك مكاني، طيب المفروض اعمل ايه؟ نقفل المسرحيه ونروح ولا نستنى اليوم يخلص زي ما قال الاستاذ جمال بلكيت ونقعد ونشوف ايه اللي ممكن نعمله وايه المناسب ونقدمه يعني انهي افضل؟ فقال لي ماشي 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 وسابني ومشي، وراح غير هدومه وهو ماشي راح للاستاذ علي الحجار. دخل الاستاذ علي الحجار اوضته وقال ان هو مش عارف، راح قال له في الكواليس. قال لعلي الحجار ايه في الكواليس؟ هو راح للاستاذ علي الحجار قال له انا اسمي محمد رمضان، خليك فاكر الاسم ده كويس. وهو بيكلمه كان بيكلمه يعني بيعمل كده. فالمساعد بتاع الاستاذ علي الحجار هو راجل كبير، عم عبعال مش عارف هو عايش ولا ميت يعني، ربنا يديله الصحه وربنا يرحمه لو مات. فهو راجل يعني ادبونا، والاستاذ علي الحجار برضو راجل كبير، فهو صعب عليه ان ازاي محمد رمضان يعني يقول علي الحركه دي، يعني هو بيقول انا اسمي محمد رمضان خليك فاكر الاسم ده. ف
عم عبد العال قال له يا ابني كده عيب يا ابني وبتاع، انت بتكلمه كده ليه وبتاع، وراح زق ايده كده وده اللي حصل بس، وراح واخد بعضه ومشي. لا لا يعني احقاقا للحق يعني، وعشان برضو نقول الكلام المظبوط، وممكن يكون محمد رمضان لما حكى الحكايه دي ما قالش التفاصيل دي وانت كنت موجود في الكواليس، لكن محمد رمضان قدر فعلا يثبت ان هو محمد رمضان اللي قال عليه الحجار عليه. اه ده حقيقي، قدر يثبت فعلا ان هو محمد رمضان. اه ده حقيقي، كان عنده اصرار ومؤمن بنفسه ومؤمن بموهبته ومؤمن ووصل للي هو قال عليه، ده حقيقي فعلا. انا مش انا مش بتكلم عن النقطه دي خالص، انا بكلمك عن الموقف هو حصل ازاي يعني، لكن انا مش مختلف خالص، ده هو راجل نجم وراجل محقق وراجل موهوب جدا وراجل ناجح يعني، اللي هينكر الحاجات دي يبقى مش شايف.